السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثالث دفعة 2023. دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة نص السنة. نص السنة يعني انت قدامك بلوى سودة، ألا وهي الكوم الكبير اللي متكوم عليك، اللي انت مكومه، يعني انت اللي مكوم الكوم الكبير ده لحد ما بص عمل له هرم فوق دماغك. الكوم الكبير ده اللي هو كوم العربي، كوم اللغة العربية 80 درجة، وانت شغال مع مش قصدي والله الكيمياء فوق دماغي من فوق، الفيزياء فوق دماغي من فوق، وانت مهتم بيهم ورميل العربي. فده ده اوان العربي دلوقتي، ده وقت العربي، وقت ان انت تلم النحو كله، وقت تلم الادب كله، وقت تلم البلاغة كاملة، ان ما تستنيش البلاغة لغاية ما تخلصها، دي مصيبة سودة. مفيش حاجة اسمها البلاغة تستنى لغاية ما تخلص. هتحل نصوص متحررة منين؟ هتحل قراءة متحررة منين؟ لذلك انا جبت لك البلاغة من اول بص من بيبي كده، من طفل صغير لغاية ما تكبر، ما سبتلكش حاجة. ليه؟ عشان من اول شهر اتنين انت لازم تنسف لي ما لا يقل عن 500 قطعة بلاغة. ما تقوليش ازاي، معرفش، لازم يكون خلصت لي على الاقل حوالي 100 قطعة نصوص، خلصت لي 100 قطعة قراءة. هتجيب ده كله منين؟ من غير محتوى البلاغة. اهو انا جبت لك البلاغة بقى من طقطق. السلام عليكم. ده كده خلصنا من قسم البلاغة مع حل حوالي 30 أو 40 قطعة بلاغة، بالحل بالإرشاد بالنموذج بالشرح. طيب كده خلصنا من البلاغة، ادخل بقى باشا على الأدب. أنا جبت لك الأدب من أول الإحياء والبعث، الاتجاه الوجداني، الديوان، أبولو، المهاجر، كلهم نظام بوسترات، كل مدرسة في بوستر، زائد حل تدريبات شاملة. هقول لك ليه تدريبات شاملة على الأدب. أنا لما أشرح لك الأدب مدرسة الإحياء وأجيب لك تدريبات على الإحياء، يبقى أنت تعرف تحل، لأن أنت عارف إن دي مرتبطة بدي، فده مش ذكاء. لا، أنا جبتهم لك كلهم سمك لبن تمر هندي، يعني يا مستر يعني دخلت لك كل التدريبات في بعض عشان أشوف أنت وصلت لأي مستوى بالظبط. ده بالنسبة للأدب. ندخل بقى على النحو. كل ألغاز وفنيات الوحدة الأولى والتانية هتبقى بين إيديك مع تدريبات شاملة مع معقربة متجمعة من كتاب كيان على بيان على... ما توعي الشيخة في إيه؟ توعي يا بابا، معلش بهشها بس. مع كتاب كيان وكتاب بيان، كتاب الامتحان، كتاب الأضواء، لأن أنت عايز تجيب من 65 ل70 بحل تدريبات كتاب الأضواء والامتحان. لا، عايز تلعب من 70 ل80 في العربي، يبقى تحل لي كتاب كيان وبيان. ده لازم كيان وبيان. أنا جمعت لك بقى كل ده مع الحل والشرح. واحنا في نص السنة انا عارف ان انت واحد من ثلاثة، واحد ما بياخدش درس، طب الحل ايه؟ المراجعة. طب انا باخد درس بس تايه، المراجعة هتلملك الدنيا. طب انا شاطر وباخد درس، انت محتاج ترتيب افكار، محتاج تحط ال- 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 الكم ده جنب بعض يوم سبت حد اتنين يخلصوا، سبت حد اتنين. ما تاخدليش فيديو النحو وتقولي لا انا هاخد فيديو الادب يوم الثلاث. لا يا باشا، يبقى ابتدي يوم الثلاث، ثلاث اربع خميس، يبقى انت كده خلصت من العربي كله كله في مراجعة واحدة. مستنيكم ان شاء الله، الاكواد موجودة في كل السناتر. كان معكم حبيبكم حمادة الكاشف. تحت الفيديو هتلاقي اماكن حجز الاكواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.